الثعلب الفرنسي هيرف رينار يفاجئ المغاربة بتصريح غير متوقع بعد فوز المغرب على البرازيل ويصدم الملايين بما قاله. ولكن قبل الدخول في التفاصيل، عشاق ومحبي النجوم المغاربه والمنتخب المغربي، اتمنى تدعموني وتشرفوني بلايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديدنا خلال الفتره القادمه. هيرف رينار تحدث اليوم لصحيفه ليكيب الفرنسيه وأشاد بلاعبي المنتخب المغربي ومدربهم عصام الشرعي بعد الفوز التاريخي والفوز المستحق على المنتخب البرازيلي. وأكد هيرف رينار أن المنتخب المغربي من أول المباراة حتى نهاية المباراة كان الأفضل، ولاعبي المنتخب المغربي لم يسمحوا تماما للاعبي المنتخب البرازيلي بأن يكون لهم الأفضلية في أي وقت من المباراة. وتابع هيرف رينار تصريحاته: المغرب قدمت مباراة ممتعة ومباراة تكتيكية دفاعا وهجوما، وكان من الممكن أن تفوز المغرب بحصة أهداف ثقيلة لولا إهدار بعض الفرص السهلة من قبل لاعبي المنتخب المغربي. في نهاية الأمر تمنى هيرف رينار كل التوفيق للمنتخب المغربي الأولمبي في حصد ميدالية من خلال الأولمبيات القادمة، مؤكدا أن هذا الجيل يستحق بالفعل ميدالية للكرة المغربية. فبالرغم من غياب الزلزولي وإسماعيل سيباري وبلال الخنوس وإبراهيم صلاح، إلا أن المغرب أمتعت أمس.